بيب جوارديولا المدرب الأسباني الكبير ومدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يهز العالم في أول ظهور له بعد مباراة المغرب وليبيريا، ويحذر منتخبات إفريقيا من قوة وعظمة المنتخب المغربي في بطولة كان كوت ديفوار القادمة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. أشاد بيب جوارديولا بمستوى المنتخب المغربي في الفوز الكبير والكاسح على منتخب ليبيريا بثلاثية نظيفة من خلال تصريح بيب جوارديولا اليوم لصحيفة ذا صن البريطانية، حيث أكد بيب جوارديولا أن المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة أمام منتخب ليبيريا واستطاع الفوز بثلاثية نظيفة وكاد أن يفوز بحصة أهداف أكبر لولا إهدار فرص سهلة من بعض لاعبي المنتخب المغربي خاصة في أحداث الشوط الثاني. وتابع جوارديولا تصريحاته: أحذر منتخبات إفريقيا بلا أي استثناء من قوة المنتخب المغربي، حيث أن المنتخب المغربي سيدخل غمار الكان وعينه فقط على اللقب، اللقب وحده لا غير. اختتم جوارديولا تصريحاته: المغرب من أقوى ثلاث منتخبات عالمياً.